مرحبا. اليوم حلقة التكنولوجيا موجودة نحن بدبي World Trade Center. التكنولوجيا اليوم كان مثل هذيك المرة كنا عم نحكي عن الأكل، اليوم عم نحكي عن الشرب. وصلنا لمرحلة إن نحن الناس اللي هي عندها مشكلة بالسكر أو بأنه ما بدهم يشربوا شيء له علاقة مش طبيعي أو عندهم مشكلة بأنه بدهم يعملوا دايت، اليوم بيبسي عاملة براند جديد سميته بيبسي بلاك. تواجدنا اليوم هون، حلوة هي تواجدنا، كنا اليوم موجودين هون وحنعمل جولة وحنشوف شو هو البيبسي بلاك. على السريع هيك قبل ما نفوت على الاكشن جوا، مقابلة على السريع مع السيد نديم نقفور نائب الرئيس. سيد نديم يعطيك العافيه اول شيء. الله يعافيك. بدي اسالك هيك، بعرفك معجوق وسكجول تبعك مليان ما شاء الله عليك، خبرني شوي هيك على السريع عن الايفنت، عن شو بيحكي؟ نحن اليوم جايين نعلن عن اطلاق بيبسي بلاك بالشرق الاوسط. بيبسي بلاك هو منتج جديد عم تطلقه بيبسي بثلاث نكهات، بالرازبري وباللايم وبالنكهة الأساسية الأوريجينال. واليوم رح نترككم مثل ما قلت لك بتسع بلاد بالشرق الأوسط. طيب بيبسي بلاك هذا بيفرق شيء عن الدايت اللي احنا بنعرفه أو الزيرو؟ شو اللي بيفرق بيناتهم؟ من ناحية الكالوريز والسعرات الحرارية تقريبا نفس الشيء بين 1 و3، ما في سكر، بس بيفرق لأنه في تنوع بالطعمات وفي طعمات جريئة جدا ما كان أبدا المستهلك معود عليها بالماضي، ونزلينها هلأ جديد على الشرق الأوسط. يعني بتحكي نحن عم نحكي عن شيء زيرو شوجر، ما في شوجر ابدا. الناس اللي بتعمل دايت واللي عندها هالهوس بانه لا وقديش في كالوريز وهالخبريات، هذا الشيء مناسب لهم بيكون. هو اهم شيء بالمنتج الطعم تبعه، الطعم المميز والطعم الجريء. فعلا هو ما في سكر مثل ما قلت لك، بس نحن بنطلع عليه كمنتج اكثر بيتناسب مع الجيل الجديد اللي بده منتج كول، بده منتج طعمه جريء، بده منتج جديد وبده تنوع. السؤال الأخير قبل ما تفل، اخترتوا باند يونايتد ناو معكم هون بالإيفنت اليوم، ليش اخترتوا؟ هلا رح تشوفهم تتعرف عليهم، كمان هني كلهم تنوع، كلهم جرأة، كلهم حماس، سوبر كول وقت تشوفهم، من هيك نحن لقينا إنه بيتناسبوا كتير مع المنتج تبعنا، حبينا نطلق المنتج بوجودهم. Thank you so much سيد نديم، يعطيك ألف عافية. Thank you. Thank you. فقرة التكنولوجيا ما لازم يكون بس إلها علاقة تليفون أو غسالة أو مايكروويف أو تلفزيون، التكنولوجيا كمان ساعدتنا بأنه نقدر ناكل ونشرب اللي بدنا إياه. إذا عنا ورد سكري أو ما فينا نتعاطى كتير بالسكري، هلأ صار فينا من ورا التكنولوجيا أنه ناكل ونشرب اللي بدنا إياه. هاي كانت فقرة التكنولوجيا اليوم، وبرجع لعندكم على الاستوديو.